اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا اللي يستحقوا الظهور في برنامج الجدعان. ولكن خلونا قبل ما نبدا رحلتنا النهارده نتكلم عن المطهرات والمعقمات. احنا شعب حاليا بقينا نستخدم هذه الاشياء كل ثانيه كل دقيقه لمواجهه ازمه فيروس الكورونا. وللاسف البعض استغل حاجاتنا الى المعقمات والمطهرات ورفع اسعارها بشكل جنوني. المهم وزارة الزراعة رشحت لينا في برنامج الجدعان الدكتورة نسرين محمد السعيد، دي أستاذ في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية كيميائية متخصصة، عملت لنا ثلاث تركيبات لمعقمات ومطهرات. مهم جدا ان احنا نتعرف ازاي هتصنع هذه المطهرات والمعقمات ومن الخامات اللي حوالينا. هسيبكم مع الدكتورة نسرين محمد السعيد، بعدها نبدأ رحلتنا مع جدعان بلدنا. بنعمل تحضيرات للمطهرات الأيدي ومطهرات الأسطح من مكونات البيت، اللي هي مثلا أنا حبدأ لو أنا حب أعمل صابون سائل من بقايا الصابون الموجود عندي في البيت، مش هشتري صابون ولا أي حاجة، أنا هعمل صابون متبقي عندي في البيت، هبشره وأحط عليه مية سخنة وهحطه على جنب دلوقتي لحد إيه مثلا في الآخر يكون داب بالمية السخنة، يعني مش هعمل أنا جزء منها بس عشان إيه أوريها لك، هبشرها بالمبشرة بتاعت البصل. بعد لما بشرت الدكتورة نسرين سعيد الصابون وحطت المية السخنة عليه سابته شوية وبعدها ضربته بالمضرب وفعلا اتحول لصابون سائل. دلوقتي هتعرفنا طريقة صناعة مطهرات الأيدي. أول مطهر عندي بستخدم إيه أنا يا المطهر ده بستخدم يا إما استخدم جل اللي موجود في السوق جل الطبي، يا إما أجيب عندي ألوفيرا مربيها في البيت بجيبها، أنا جايبة أنا مستخلصاها هي، بس أنا جايبة حتة عشان خاطر أوري لكم إزاي أستخلصه. يعني بجيب بقطع الجنبين اللي هم فيهم الشوك بالسكينة كده اهي بالراحة خالص، وبعدين في جه مبطط وفي الجنب التاني اللي هو عالي شوية، أنا بيجي من جنب المبطط ده وبروح أشطة اللي هي زي أشره كده من ال أهي بالراحة خالص أهي. الحتة دي طبعا أنا ما برميهاش أهي، أنا ممكن أعمل بها كده، أعمل بها وش وإيدي خلاص كده أهي على جنب. نيجي أفتح البرطمان عشان أكمل عليه أهو، هقصه كده حتتين برضه صغيرة كل ما صغيرة عشان ما إيه ما تجريش من إيدي أهي أهي. وممكن أعملها كده بقى إيه، أنزل بقية إيه السائل المخاطي ده وأكحت ده بقى الإيه الباقي عشان أخد الخلاصة كاملة. ده كده أنا عندي إيه الخلاصة. مخاط صبار الأوليفيرا حوالي 9 معالق بالمعايرة تحديدا، وهتحط الدكتورة نسرين السعيد لكل معلقة 3 معالق كحول 70%. كل معلقة من الصبار السائل ده بعد ما خفقناه 3 معالق كحول 70%، كحول اهو 70% اهو خلاص. يبقى انا عندي 9 9 في 3 ب 27، يبقى نحط 27 معلقة من الكحول 70%. الدكتورة نسرين عدت فعلا 27 معلقة، وده بيأكد أهمية الدقة في المعايرة، ركزوا معاها. يبقى كده أنا حطيت 27 للتسعة، لأن الواحد بياخد 3 على جل صبار أوليفيرا إذا ما كانش موجود في السوق الصبار الطبي، وهنخلطه كده أهو وهضيف عليه مكونات تانية أهو خلطته، هضيف عليه مثلا عندك معلقة جليسرين أهي معلقة جليسرين، ولو حطيت أحب أحط زيت عطري ممكن زيت الشاي برضو أهي معلقة بس خلاص، موجود عند العطار الحاجات دي والجليسرين كمان. انا هعمله كده وهجيب الهاند بلندر برضو عشان اضمن المكونات امتزجت مع بعضها، هضربه بالهاند بلندر
البلندر اهو، اصبح عندي ايه مطهر بالجل بس خلاص. ده اللي احنا عاملينه قدامكم دلوقتي اهو، واستخدمت ان انا باخد حته منه كده اهو، اهو مطهر للايدين. اعمل كده اهو، اعمل كده، اعمل كده. الدكتوره نسرين محمد السعيد باحث اول في معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، وتخرجت في كليه الزراعه قسم الكيمياء الحيويه دفعه 1986، وحصلت على الماجستير والدكتوراه في الكيمياء الحيوية. طهرات الأسطح احنا هنستخدم الكلور ومية. الكلور ده نستخدمه ازاي؟ اللتر مية عليه 3 غطيان، يبقى انا هنا النص اللتر ده عليه غطا ونص اهو، بالتبسيط غطا ونص، ونقلب اهو. بحطه في البخاخة اللي عندي دي لها اوتومايزر اهو، والإزازة بتاعت البخاخة لازم تبقى غامقة عشان الكلور. نصيحة من الدكتورة نسرين السعيد، لما نيجي نطهر الأسطح نرش ونستنى دقيقة على الأقل، وبعدها نمسح في اتجاه واحد مش دائري عشان نمنع انتشار الفيروس نهائيا. حلقة اليوم، فريق الجدعان شاهد على نجاح زراعة صنف الفول البلدي الخارق مريوت 3 في منطقة العلمين، وهو الظهور الأول لهذا الصنف المبهر بعد نجاح زراعة الصنف مريوت 2 وتحقيقه نتائج مبهرة على مستوى الجمهورية، وبزيادة في الإنتاجية تصل إلى 40% مقارنة بالأصناف الأخرى. فريق الجدعان يلتقي في العلمين بالدكتور نعيم مصلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والذي يكشف ملامح خطة الاستغلال الأمثل للمناطق الصحراوية في مصر، ويعلن مبادرة كبرى لكل الفائزين بأراضي مشروع 1.5 مليون فدان، ويحدد ضوابط تحقيق التنمية المستدامة في مطروح وسيناء، ويؤكد نجاح مصر في تخزين أمطار عاصفة التنين.